صباح الخير مشاهدي ومتابعي جريدة الوطن. احنا معاكم النهاردة عند أستاذ محمد عثمان في منطقة باب البحر، هيستعرض معانا أسعار اليميش بتاع رمضان. طبعا التجهيزات بدأت دلوقتي للشهر الفضيل، وهيقول لنا الأسعار يعني بتبدأ من قد ايه، وايه أنواع اليميش اللي تقدري تشتريها وانت مطمنة، والأنواع اللي ما يفضلش ان انت تشتريها. اهلا بحضرتك يا أبو محمد. اهلا وسهلا بك يا فندم. الاسعار اليميش السنه دي الحمد لله رب العالمين متوفره، والاسعار برضو كويسه. يعني الزبيب الايراني بيتباع ب 60 جنيه، والزبيب المصري بيتباع ب 52 جنيه، والمشمشيه 140 جنيه، والتين التركي التين التركي دوا ب 155، وقمر الدين قمر دين احلام ب 40 جنيه، وقمر دين مكه ب 32. ويعني الاسعار كويسه، والفوز واللوز والبند وعين الجمل الحمد لله السنه دي متوفرين، مفيش اي مشاكل. والاسعار الفستق ب 225، اللوز ب 140، البندق ب 140، عين الجمل ب 150. يعني الحمد لله الاسعار مش مرتفعه قوي. طيب ممكن حضرتك تقول لنا ايه الحاجه اللي عليها اقبال كبير؟ يعني اللي عليها اقبال كبير جوز الهند برضو كويس ب 100، جوز الهند ب 60 جنيه كويس. لا الاسعار كويسه الحمد لله. طيب في انواع لجوز الهند مثلا ولا هو نوع؟ في اللي هو كامل الدسم، وفي نص دسم، وفي خالي دسم، وفي الضفر اللي هو الكبير، والفول الفول الحلواني ب 30 جنيه بس. يعني اسعار الحمد لله كويسه. طب ممكن تقول لنا ايه الحاجات دي نستعرض كده اسمائها؟ كده ده عين الجمل الحصى، وبعديه البندق الحصى، واللوز الحصى. دي اسعارها بتبقى ايه؟ دي اسعارهم هم التلاتة 85 جنيه جملة. تمام. وقطاعي برضو قطاعي بسعر جملة برضو. طب ممكن تقول لنا ايه الحاجات اللي يفضل ان احنا نشتريها، والحاجات اللي برضو الستات تبعد عنها ما تتخمش فيها؟ يعني عامة المكسرات دي مفيدة جدا للأطفال، اللي هو عين الجمل حلو للأطفال جدا للذاكرة، والبندق واللوز الحاجات دي الحم كويسه جدا جدا. يعني عامه الحاجات دي كلها يعني الحمد لله كويسه. والبلح البلح يعني حاجه سنه عن حضره النبي، اللي هو الواحد يفطر بيها، حاجه كويسه برضو. لا البندق تمام. طب ايه اللي الستات تبعد عنه او ما تتخمش فيه؟ يعني في كل الحاجات والله كويسه، يعني الحمد لله ما فيش حاجه حد يتخم فيها. هو في حاجات بتبقى بايته زي بندق لوز عين جمل، بتبقى بايته من السنه اللي عدت، ما ينفعش الواحد لازم يشوفه قبل ما ياخد، يعني لازم يشوف الحاجه قبل ما ياخدها. يعني مثلا عين الجمل كده لو تمسكها كده تكسرها كده اهو، لازم يبقى ابيض من جوه كده عشان تتاكد منه. ده لما يبقى ابيض كده يبقى ده جديد. في التاني لما يبقى ايه مهلس كده ده يبقى القديم بتاع السنه اللي عدت. يعني ناس لما اكسرها بصي كده وطي ابيض جديد، ده بتاع السنه دي ما كملش شهر. طيب وجوز الهند قلنا النوع ده ايه؟ ده كامل الدسم ب 60 جنيه. وقلنا في انواع ايه غيره؟ في الضفر الكبير، وفي خالي الدسم. طب ايه الافضل فيهم؟ ايه الافضل فيهم؟ اللي هو يعني حسب ما انت تستخدميه. في ناس بتحب كامل الدسم عشان تعمل بيه اكل، وفي ناس بتحب خالي الدسم عشان بتحطه مثلا على الحلويات. حرام كده بس حرق ابيض. ها؟ حاجه بيبقى عليها اقبال كبير؟ ايه عامه كامل الدسم بحب عليه ده. تعالى يا باشا. اللي هو كامل الدسم كويس يعني. والله هو اللي بياخد الحاجات دي بياخد من التشكيله كلها. يعني
يعني بياخد التشكيله كلها. ايه بياخد التشكيله كلها؟ بياخد التشكيله كلها عشان اولاده وكده. طب انت ممكن تقول لنا ايه افضل انواع المكسرات اللي احنا نشتريها؟ يعني لو انا مش عايز اجيب الانواع كلها، اللوز، البندق، العين جمل. طب في حاجه ثانيه ممكن ده حاجات مفيده في في المؤشر؟ عين جمل، بندق، لوز، فستق، ده مؤشر. دول اسعارهم بتبقى ايه؟ دي اسعار 140 150 140 240. بندق بقى 60. بندق في حاجه جديده نازله في مش السنه دي، الناس ما سمعتش عنها قبل كده، حاجه مش معروفه. لا لا، هو اللي موجود على طول 60. في حاجه اسمها بيكيني، ده ايه؟ ده مكسرات برضو بالكيلو ب 500 جنيه. اه موجود عندنا. وفي حاجة برضو اسمها صنوبر. صنوبر اه ده حاجات دي ب 1400 جنيه الكيلو. ب 1400؟ هو ليه سعره غالي كده؟ ده عشان بيتحط مثلا على الرز البسماتي، بيتحط في ال في على الرز البسماتي ويتحط على الاكل، يعني حاجه عاليه يعني. طب انت ممكن تشوف العطاره؟ يا ريت. طب انت قلت الحاجه اللي ممكن نشوف التين ده برضه تاني؟ وفي التين المدور، وفي التين المدور، وفي التين المعرض. ده التين المعرض، ده التين المعرض، ده تركي. ده تركي. ما ايه الاغلى فيهم؟ ده ب 170، ده ب 160. طب ايه الفرق؟ في فرق بينهم؟ اه ده كبير وده صغير. بس ده ممكن يتاكل لوحده وممكن يتحط على اليميش. ده ممكن تتحطها على الخشاف مع اللبن والراسية والمشمشية، دي تحط على الخشاف والبلح واللبن. والقراصية؟ والقراصية ده ايتي، دي مغربي ودي امريكي. بيبقى الفرق برضه في الطعم؟ ده في الحجم. في الحجم كله الفرق في الحجم. وقلنا ده الزبيب ايراني، ده المصري وده الايراني. الفرق بيبقى حجم الحجبه؟ لا مش الحجم، الحجبه الفاتحه. في ايه تاني ممكن نستعرضه من ناحيتي؟ العطاره ماشي، كمون. ممكن دول ايه برضه؟ ده تين مدور، ده اللي بيبقى باللفه. اللفه ب 32 جنيه. بيبقى هو زي ده ولا ده افضل؟ هو. لا ده الافضل، ده هو كويس، ده بس ده يعني الاحسن. ده مصري. ده مصري. وده عامله رجب اردوغان. ده المشميشيه. دي فيها انواع ولا هي نوع واحد؟ ده فيه انواع. دي بكام؟ الكيلو من ده بكام؟ ده نوع ده مشميشيه الكيلو فيه ب 170 180. دي مصريه ولا دي نوعها ايه؟ ايه؟ دي مصريه ولا نوعها ايه؟ دي مصريه. لا ما ده مش مصري. مش مصري. ده ترك، فيه منه ترك وفيه ايراني. يعني ممكن تقول لنا كده نصايح سريعه للسيدات اللي نازله تشتري اليميش؟ يعني تديهم كده نصايح هما بيشتروا عشان ما يكملوش. والله هو السنه يعني المشكله اللي هو ما يبقى في حاجه بايته. السنه دي ما فيش حاجه بايته، عشان كانت السنه اللي عدت كان في مشكله لما كانش في بضاعه اصلا، عشان البضاعه تبين. الشات كان العباره الجانحه بتاع السنه اللي عدت اللي سدت القناه، فما فيش بضاعه جت، فما عرفوش يبيتوا حاجه. فالسنه دي الحمد لله كل اللي جاي جديد. طيب انا نازله اول مره اشتري اليميش، توجهني ازاي؟ اعرف الانواع ازاي عشان ما تضحكش عليا؟ زي ما وريتك كده عين الجمل، زي ما وريتك الصبح باين والبيت باين. المكسرات خصوصا المكسرات. في حاجات تانية ممكن تكون بايته غير المكسرات زي المشمشيه او القرفه؟ لا ما فيش حاجه عامه في السوق. هو بس ال باشا صلوا على النبي يا جدعان، الحاجه دي اللي انا قلت لك عليها بس. شكرا جدا يا استاذ محمد. شكرا لحضرتك. ماشي يا فندم، شكرا.